لك اخويا شنو هالسياقه التعبانه هذه مالتكم؟ انتم منين ماخذين اجازتكم؟ من القصاصيب؟ شلون اخذتوا هالاجازه؟ لا اله الا الله. هذا مو هو الاسباني؟ بالضبط اخويا هو هذا. شفت يا اخويا ايش سويت بسيارتي؟ والله يا ابو ترى يابا هذا حادث عادي يصير يعني طبيعي بكل مكان. يلا الحمد لله على السلامه. في مال؟ تعال سيد هوغو بعدناك الرقي. هوغو؟ منو هوغو؟ ما اعرف واحد اسمه هوغو. يبدو متوهمين انتوا عيني. انت يمكن فقدت ذاكرتك ها؟ بس لا تخاف احنا نرجع ذاكرتك مرة الاخ. امشي اخوي. دقيقه خلي افهمكم. دقيقه وقفوا. منو هوغو؟ انا ما اعرف واحد اسمه هوغو. ايش بيكم يا معودين اخوان؟ تذكرت هسه؟ والله ما تذكرت اخوي. انا ما اعرف من هذا. وهسه؟ ايه تمام تذكرت اخوي. بس اهم شيء لا تضرب. تذكرت كل شيء. انا هوغو اخوي. صدق لو قالوا الضرب يفيد. دا تشوف رجعنا لذاكرته هسه. انت نصبت علينا ويا هذول الاثنين الاغبياء مو؟ وين الفلوس؟ وين اللوحه الاصليه؟ لا اخويا والله مو هيك. هذول نصبوا علي انا همينه واكلوا حصي علي ويا دوب انطوني بس هذني. هاكم هسه ارجع لكم اياها. اخذوها اذا تريدون عادي مو مشكله. ما اريد شنو هاي؟ انت دا تنطي صداقه المقدي؟ لازم تجيب كل الفلوس. اي اخويا اوكي تمام اقدر ادبر لكم كل الفلوس. بس اول شيء لازم اخبرهم وتعرفوا اني تليفوني يمكن خلص شحنه او ما ادري صار بي. اقدر احكي من تليفونكم بلا زحمه؟ ما يقول ورا ما نصبت عليكم سديت التليفون يقول خلص شحنه. الزم خابر لو ما يجيبون الفلوس راح نكت لك. تستفزني مو حتى يجيبون الفلوس ها؟ يا ابو مسدس من تروح يا امنه تعرف شلون استفزك. لا اخوي ابدا ما يحتاج. انت بس نزل المسدس انا هسه اسرع خابر. 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,600 400 الو خالة فطوم مرحبا. انطيني شيخ حسين بسرعة. شيخ حسين يردوك. هذا سنان. والله يا الله ليش خبر هذا؟ الو سنان ابني ليش تتخابر؟ قاعد نحسب الدولارات. شيخ حسين رحمة الوالديك هسا اترك عد الدولارات. انا محتاجة لهاي الدولارات لازم تجيبهم بسرعة وتجي. والله السبب شيخ حسين ماكو هذول الجماعة اللي نصابت عليهم. هذول لزموني واخذوني رهينة ويردون فلوسهم. اذا ما تجيبها راح يكتلوني. باو اسمع جيبوا ياك اللوحة مال بيكاسو حتى نهديهم اياهم مينة بلكي يسامحوني وما ياخذون روحي. ماشي اخويا اعتمد عليك فدول عينك. بسرعة شيخ حسين لا تنسى ترى الموضوع مصيري كلش. تمام تمام وين اجيب السلان؟ ها زين تمام تمام هسه نجي. الله ايش صار شيخي؟ لازمين سنان ويريدون الفلوس واللوحه فطوم واذا ما نوديها راح يقتلون سنان ويخلصون عليه. خطيه سنان. احنا ما نرجع الفلوس شيخي. ولك راح يقتلون سنان. خلي ولي يا معود خلي يقتلوا احنا ايش علينا؟ المهم صارت عندنا الفلوس. هذا اصلا زايد على البشريه. خلي ولي ابني انت ما عندك ضمير؟ ايه ترى كسر راسك وشمرك للكلاب حتى نخلص من هالبكتيريا بلا ضمير. والله يا الله جيب 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 الباقي هملك. شنو؟ جيب جيب اللي بجيوبك طلعهن كلن جيبهن. الله الله شلون طبت على جيبي هاي؟ جايف الله يسامحك. لك اللي ينصب علي بعد امه ما جابته راح اكتلك. اخويا ترى انا ضحيه والله. كل هاي الخطط سواها شيخ حسين يعني انا مالي اي ذنب. انا بريء يا اخويا. انت ما شفنا البراءه ابد. انت حتى الشيطان تنصب عليه. اخويا عفية لا ظل تلوح بالعود هالشكل يا مخشمي. كافي عاد مو شبعتوني من الكتل فدوة. حتى جعت اني من الكتل همين اريد فتشي اكل حتى اشبع. متى الجوع ترى؟ تريد تاكل مو هيك؟ ايه شباب خلنا خدمة للاخ هنا. والله صار استاذ. تسلم اخويا تسلم رحم الله والديك. يا ابو هذا شنو؟ فلفل حار تاكل؟ لا ابدا ما اقدر اكل الحار. الفلفل الحار ياذيني. انا اكو اصلا بمعدتي وجع ومغص ولويه حيل اتاذى. ما اقدر ما اقدر لا ما اقدر ابدا اكل فلفل حار. ما دام جاي لهنا منعوفك قبل ما تاكل فلفل حار لازم تاكل. لا تقولها اخويا ماما. او اخ احترقت. اخ متت. كافي يا اخويا كافي دمرت. اخ احترق لساني لساني. ويلي الله ويلي يا باي.
تفوتوا هناك. انتوا تعالوا وياي. صار قلبي. دق الجرس. الله. السلام عليكم. مرحبا. أغاتي احنا جبنا اللوحة وجبنا الفلوس. دير بالك تتحرك حركة غلط. شباب اخذوا هذا. امشي لك كثول امشي. اخذوه. تعالوا يلا. على كيفك. فوتوا مخابيل. ارفع ايديكم شرطة. اخذوهم يلا بسرعة بسرعة. يلا. وش بيك يا معود؟ احترق؟ يقول احترق. ها زين ايش صار بوجهك؟ شو احمر؟ ايش يقول؟ موكلي فلفل حار هواي ومشعوطيه. ها اذا فلفل ما يصير شي عيني. يقول شيخ حسين خلي لو حد بيكاسو تبقى يمي والفلوس تبقى يمك بس أني لازم أخذ هذولهم. سنان أعذرني. نسيب طارش ده سوي ترى سعر اللوحة 500,000 دولار وين ما أخذها معود. أغسل إيدك منهن بصابون وزاهي زين.